اهلا وسهلا متابعي كايرو لايف قناه القاهره 24 في كل مكان. معكم انا اياد محبوب من قسم الحوادث بموقع القاهره 24. نرصد لكم تفاصيل تداول مقطع فيديو يفيد بحريق داخل سنترال العتبه، ولكن كشفت مصادر حقيقيه حقيقه ما تم تداوله من مقاطع الفيديو بشان نشوب حريق كبير داخل سنترال العتبة. وأوضحت المصادر للقاهرة 24 أن ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح نافيا ورود أي بلاغات بنشوب حريق بسنترال العتبة. وأكد المصدر أن المقاطع المتداولة بشأن الحريق ترجع إلى النيران نشبت أمس في محل قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، هو ناتج عن ماس كهربائي. بنرصد له وليس حريق داخل سنتر العتبة، ونتج الحريق عن حريق اليافطة الخارجية للمكان، وكان السبب من البداية هو ماس كهربائي زي ما حضراتكم شايفين. عدم وجود اي حريق داخل سنتر العتبة، ونفت مصادر عدم صحة الفيديوهات ومقاطع الفيديو التي انتشرت امس تفيد بنشوب حريق داخل سنتر العتبة. وكشفت مصادر حقيقة ما تم تداوله من مقاطع فيديو بشأن نشوب حريق كبير داخل سنترال العتبة. وأوضحت المصادر للقاهرة 24 أن ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح نافيا ورود أي بلاغات بنشوب حريق بسنترال العتبة. وأكد المصدر أن المقاطع المتداولة بشأن الحريق ترجع إلى نيران نشبت في محل عطور، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون وجود أي إصابات، وكان سبب الحريق بعد المعاينة هو ناتج عن ماس كهربائي حدث في محل عطور في منطقة العتبة وليس سنترال العتبة كما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. زي ما حضراتكم شايفين ده آثار الحريق الناتج عن سنتر عطور في منطقة العتبة وليس سنترال العتبة. نذكر السادة المشاهدين ان امس تم تداول مقاطع فيديو تفيد بنشوب حريق داخل سنتر العتبة، وكشفت مصادر حقيقة ما تم تداوله من مقاطع الفيديو. واوضحت المصادر للقاهرة 24 ان ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح نافيا ورود اي بلاغات بنشوب حريق بسنترال العتبة، وان الحريق داخل سنتر عطور بالمنطقة من الناحية الاخرى ولم يمتد الى سنتر العتبة الرئيسي. واكدت المصادر ان المقاطع المتداولة بشأن الحريق ترجع الى نيران نشبت في محل عطور، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون وجود اي اصابات. وبعد إجراء الفحص والمعاينة تبين أن الحريق نتج عن ماس كهربائي بمحل العطور أدى إلى اشتعال الواجهة الخارجية لسنتر العطور. زي ما حضراتكم شايفين ده آثار الحادث. Thank you.
نشا بحريق داخل سنتر عطور بمنطقة العتبة. وكانت البداية عندما تلقت قوات الحماية المدنية بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل أحد المحلات بمنطقة العتبة، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وفرض كردون أمني قبل امتداده للأماكن المجاورة. تمت السيطرة على الحريق ولم يسفر الحريق عن وجود أي إصابات بشرية. وبعد إجراء المعاينة تبين أن الحريق نتج من ماس كهربائي أدى إلى اشتعال الواجهة الخارجية لسنتر العطور وليس سنتر العتبة كما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أمس. وكشفت مصادر حقيقة ما تم تداوله من مقاطع فيديو بشأن نشوب حريق كبير داخل سنترال العتبة. وأوضح المصدر للقاهرة 24 أن ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح، نافيا ورود أي بلاغات بنشوب حريق بسنترال العتبة. وأكد المصدر أن المقاطع المتداولة بشأن الحريق ترجع إلى نيران نشبت في محل عطور بمنطقة العتبة وسط القاهرة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون وجود أي إصابات أو خسائر ضخمة. بعد إجراء المعاينة تبين أن سبب الحريق هو ماس كهربائي أدى إلى اشتعال الواجهة الخارجية لسنتر عطور بمنطقة العتبة. كان معكم أنا إياد محبوب من قسم الحوادث بموقع القاهرة 24، رصدنا لكم تفاصيل ما تم تداوله من مقاطع فيديو بشأن نشوب حريق داخل سنتر العتبة. ونفت مصادر حقيقة هذا الفيديو وأكدت أن الحريق نشب في محل عطور في منطقة العتبة ولم يمتد إلى سنتر العتبة. تم السيطرة عليه دون وجود أي إصابات أو خسائر ضخمة.